فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رأينا نوعا من نوعي الحفظ حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده إذا راعى حدود الله عز وجل وحفظها وحفظ دينه طاعته حدوده حفظ جوارحه مع الله سبحانه وتعالى يحفظه الله تعالى كما رأينا في مصالح دنياه يحفظه الله عز وجل في مصالح دنياه وهذا النوع الأول في بدنه وماله وأهله وأولاده وكما رأيتم في شرحي انطلاقا من شرحي إن تحفظ الله يحفظك. والنوع الثاني وهو أهم من الأول الحفظ الثاني أشرف النوعين وأكرم النوعين والقسمين وهو أن يحفظ الله تعالى عليك دينك وأن يحفظ عليك إيمانك إيمانك بالله سبحانه وتعالى ويحفظ طاعتك له عز وجل وهذا أشرف النوعين أن يحفظك الله تعالى من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة فإذا حفظك الله عز وجل في هذا الأمر فالشأن كل الشأن في هذا نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا. إذن أن يحفظك الله سبحانه وتعالى في دينك وإيمانك ويبعد عنك كل ما يدخل الضرر على هذا الخير المعنوي ألا وهو الإيمان كما ذكرنا مرارا العقوبة من الله سبحانه وتعالى إذا كانت في الإيمان فهي أعظم عقوبة ذكرناها هذه مرارا إذا كانت العقوبة من الله تعالى في الإيمان بأن يسلب الإيمان من قلب المسلم فهي من أعظم العقوبات أسأل الله السلامة والعافية أن ينزع الله من قلبك الإيمان لأنك لست أهلا لذاك الإيمان هذا من أعظم العقوبات حتى ترى المحرمات والشهوات لا شيء وترى الشبهات لا شيء فيدخل الإنسان في متاهات ولا يعود ليس هناك حاجز يقول له قف عد ولا عقل يفكر يقول هنا هلاكك هنا مضرتك هنا ذهابك وتلفك لا تجد ناصحا لا من عقل ولا إيمان ولا حتى من عباد الله عز وجل الناصحين الذين يرشدون الناس لا تصادف أحدا يردك تمشي للأمام مباشرة ولكن إذا حفظت الله سبحانه وتعالى لا يعني أنك لا تقع في شبهة أو في شهوة أو في شيء من هذه الأضرار هذه تقع ولكن تجد دائما من يردك إما قبل الوقوع أو بعد الوقوع من يردك إلى صراط الله المستقيم ناصح من إيمان أو ضمير عقل أو بشر تجد إنسان تصادفه فيقول لك اتق الله أو عد لقد كنت كذا وكذا كيف هل مثلك يقع في مثل هذا مثلك يفعل هذا فتعود إلى رشدك. نعم ماذا فإذن
حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد في هذا الباب هو أشرف نوعي الحفظ. ولهذا يقول ابن رجب عليه رحمة الله: حتى أن الله يحفظ الإنسان بعد الحياة كلها عند الممات، يحفظه في المقامات والمنازل كلها والظروف كلها، حتى يصل به إلى آخر دقيقة يفارق يعني بها الحياة أو فيها الحياة الدنيا، فيلقى ربه سبحانه وتعالى. هذا الموطن موطن حرج، يثبت الله فيه الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا الثبات هو حفظ من الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: إن الله يرسل من الملائكة من يشم رأس الإنسان فيقول: هذا رأس فيه القرآن، أو هذا صدر فيه القرآن، هذه رجل فيها الصلاة وفيها القيام، فلا تنبعث منه إلا الرائحة الطيبة. فحفظ الله في ذكره وفي كتابه، وحفظ الله تعالى في صيامه وصلاته. لهذا قال السلف عليه رحمة الله: يقول الملك: هذا حفظ الله، أو حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. وفي الصحيحين عن البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول، والحديث له روايات على كل، عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الإنسان إذا وضع جنبه على الفراش فيأتي بالذكر: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالإنسان يأتي بهذا الذكر فهو في حفظ الله عز وجل. إن قبضت الروح فهي في رحمة الله، وإن أرسلت، والنوم هو الموت الصغرى، وإن أرسلت فالله حافظها كما يحفظ عباده الصالحين. فالإنسان دائما ماذا؟ مع الله تعالى، حياته مرتبطة بالله، متصلة بالخالق عز وجل، فكل شيء بيده، هو الذي يمسك الروح وهو الذي يرسلها. نعم، إذا كان هذا الأمر بيده فالإنسان يتوجه إلى الله عز وجل ولا يتوجه لغيره، ولا ينام كما ينام الحيوان، لا يلقي نفسه على الأرض ويمد رجليه، ولا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، وإلا كان مثله كمثل الحيوان. الحيوان إذا جاء النوم يلقي بنفسه في الأرض وينام. المسلم دائما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل موضع وفي كل مقام فيأتي بالذكر، وإذا تدرب الإنسان على الذكر يقول لا يفوته الذكر، لا يفوته الذكر أبدا، ويوم يفوت الذكر كما قلت لكم راح يشوف أمور التي تفزعه والأمور التي تقلقه. وقد يقول بعض الناس: نحن لا نأتي بالذكر، لا نأتي بالذكر، لا نأتي بالذكر، عمرنا ما صرنا شيء. بعض الناس هكذا يقول: أنا نرقد مباشرة، نحط رأسي على المخدة، السلام عليكم، ولا يوم صرى لي شيء. وش راح يصرى لك؟ أنت راك في جيب الشيطان كما قال ابن عباس. أنت وش راح يدير؟ أنت راك أو كسبك الشيطان، راك له. أنت ما يدير الناس لك خلاص، هو يحوس على اللي يجيب الذكر. أنت ما تجيبش الذكر، أنت من يعني ما نقولوش من الجنود أنت، ولكن خلاص راك يعني في الصنف اللي قضى عليه. ولهذا قالت اليهود، ومر بنا هذا الأثر، قالت اليهود: نحن لا نوسوس في الصلاة. أو قال أحدهم لابن عباس: يا ابن عباس، إن اليهود تدعي أنها لا توسوس في الصلاة. مر بنا الأثر هذا، إحنا ما جيناش نوسوس في الصلاة، كي نكون نصلوا في الصلاة نتاعنا الشيطان ما يحوم بنا ولا يضر أبدا، ما يجيناش الوساوس. واش قال ابن عباس؟ قال: وماذا يفعل الشيطان بقلب خارب؟ القلب اللي البيبان مفتوحين وتواقين مفتوحين والكورون دار من كل جانب، وش يدير به هذا الشيطان اللي يوسوس له ولا يحوس عليه؟ هاو الريح جاي رايح، بيبان مفتوحين، تواقين مفتوحين، السراق من حب يدخل يدخل، مبارك بحمارك كما يقال. فتصور
لما يكون البيبان مغلوقين والجوهرة مكنونة، الخير محفوظ ومصون، حصن، الذكر حصن، الشيطان لابد يضرب، يضرب البيبان، يضرب التواقي، يحب يدخل من أي باب، يعني أبواب كلها رها مقفولة ما يقدر. فخطرة من الخطرات، مرة من المرات، تنسى الذكر، يمرمدك، وهذه مجربة. الشيطان يفعل الأفاعيل، ولهذا الذكر ضروري. وما تتصوروش اللي ما هوش يجيب الذكر تصور أنه محفوظ ومصون وما يصير له حتى شيء، بالعكس انت ما يحوس عليك الشيطان. الشيطان إذا رأى يعني ناس أقبلت على ذكر الله سبحانه وتعالى ودربت على ذكر الله وصار الذكر يعني الإنسان يلهج بذكر الله سبحانه، غير يحط يعني مبرمج يحط جنبه على الفراش ينطق بالدعاء بالذكر، يقرأ آية الكرسي، يقرأ، يجيب الشهادتين، يجيب الذكر المحفوظ عندنا المعروف، مفهوم؟ أذكار كثيرة. يحس المسلم هذا المطبوع هذا مفروض ما يفارق بيت أو جيب أحد منا، الإنسان يحفظ منه ما تيسر من الأذكار. وهكذا الله تعالى يحفظك بهذا، أنت حفظت الله، الله يحفظك بذكره ويحفظ عليك ذكره ويذكرك إذا نسيت، يذكرك إذا نسيت. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تعزز يعني هذا المعنى الذي نحن فيه أنه كان إذا أراد السفر يودع عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، أستودع الله دينك. نعم. قال وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. إذا استودعت الله شيئا تعطي الوديعة الرب سبحانه، لا شك أنها محفوظة، لا شك أنها محفوظة. لما الإنسان يأتي بهذا الدعاء أو بهذا الذكر عند السفر كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت الوديعة استودع الله دينك، بمعنى دينك ومالك وأعمالك وكل شيء يقوم به الإنسان يقوم على أساس الإنسان، هران ينطلق وديعة الله عز وجل، يعني نخليك الرب سبحانه، أتركك لله وأمشي. بلا شك أن الله تعالى يحفظ الوديعة، يحفظ الوديعة. وعلى الجملة كما قال رحمه الله، فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده أو لحدود دينه، يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، أنواع الحفظ كثيرة من الله سبحانه وتعالى، كانش باب واحد تحفظ، الله يحفظك بأشياء كثيرة قد لا يتصوره الإنسان، ما يتصورش الإنسان الأنواع متاع الحفظ وأبواب الحفظ من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وقد لا يشعر العبد ببعضها، كاين أشياء الإنسان ما الله تعالى يحفظك ولا أنت لا تشعر بها، لا تشعر بها، ما تحسش بحفظ الله تعالى من حولك. نعم. وقد يحفظك من أشياء قد تقع عليك كرها، أنت مكره عليها، ولكن الله تعالى يأتي بالأسباب التي يصرف بها هذه المضار التي أنت مكره عليها من طرف الغير، كما قال الله تعالى في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا مخلصين. لما كان يوسف عليه السلام وهو من هو مع الله سبحانه وتعالى النبي
الداعي إلى الله، الله سبحانه وتعالى حفظه في موقف حرج جدا جدا، ضيق جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى حفظه من كيد النسوة. قال: كذلك لنصرف السوء والفحشاء. نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فسبب صرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء والفحشاء أن لا يقع في هذه الشهوة ولا يقع في الفاحشة، لكونه كان من المخلصين، من عباد الله تعالى الذين يخلصون طاعة والعبادة لله عز وجل. وهذه ليست للأنبياء فقط، بل لكل إنسان مؤمن مسلم يحفظ الله سبحانه وتعالى في نفسه ويخلص لله تعالى في أعماله. قال ابن عباس في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه من سورة الأنفال، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية، وبين المعصية التي تجره إلى النار. فالله سبحانه وتعالى يجعل بينك وبين المعصية حاجزا يحفظك من الوقوع في المعصية. ولهذا قال نفسك أنت تواقع النفس تميل للمعاصي، وكل واحد منا يعرف نفسه، النفس هكذا تميل للمعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالأسباب التي تحول بينك وبين المعصية، تحول بينك وبين المعصية. وهذا من كرم الله تعالى، وهذا من كرم الله تعالى بالعبد، لأنه من يهين الله فما له من مكرم، من مكرم. لأن الإنسان إذا رأى نفسه يقع بسهولة في المعاصي بسهولة، يعلم أنه ما كانش حفظ من الله، ما كانش حفظ من الله. ولكن بعض الناس يشوف المعصية أمامه والنفس تواقع باش توقع في المعصية، فالله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب التي تمنعه، فيحمد الله اللي جاب هذه الأسباب ومنعته من المعصية. نعم، هذا من حفظ الله تعالى بالعبد إذا كان في أعماله خالص الشيء اللي يؤديه لله. أحيانا يضعف الإيمان، يضعف الإيمان لدرجة أن الإنسان ممكن يقع في معاصي لا يتصور في يوم من الأيام أنه يقع فيها، ما يكونش ظن أنه يأتي يوم يوقع في تلك المعاصي، ولكن بحفظ الله سبحانه وتعالى الله يسلمه ويحفظه. ما الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. وقال الحسن: وذكر أهل المعاصي فقال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. الله أكبر، هانوا على الله. ولهذا الإنسان يعرف النتيجة وحده، إذا شاف نفسه توقع في المعاصي كل سهولة، ما كان حتى حواجز، يعلم أنه هان على الله. أعوذ بالله من أن هون على الله، هان على ربي سبحانه. وإذا شاف يعني الجوارح نتاعه معصومة من المعصية، فيعلم أنه عزيز على الله، عزيز على الله مقياس. فالله تعالى يعطينا علامات كما ذكرنا في الدرس نتاع الأصول في الأحكام الوضعية، علامات على وجود الأحكام التكليفية، علامات. وهكذا بالنسبة للجانب هذا الإيماني، قضية الطاعات والأعمال اليومية، الله سبحانه وتعالى جعلنا آيات وجعلنا علامات. إذا شاف الإنسان أنه واقع على الدوام وباستمرار في المعصية بسهولة، يعلم ماذا؟ أنه هان على الله. ومن يهين الله فما له من مكرم. نعم. وانظروا في باب الدنيا،
في باب الدنيا الله سبحانه وتعالى قد لا يوفق ناس إلى أشياء. النفس تواقة لهذه التجارة ولا لهذه الشيء، هذا الشيء الذي يريد أن يشتريه وأن يحصل عليه. الناس تواقة لأشياء وعنده أسباب تحصيل، ولكن الله تعالى يجعل له أسباب رغم ماله ورغم جهده ورغم معرفته وما يوصلش لهذا الشيء. فالله يحفظه لأن هذا الأمر سيفسده، هذا الأمر سيفسده، فالله سبحانه وتعالى يجعل له ما بينه وبهذا التجارة ولا الشيء الذي أراد أن يشتريه أمر من أمور الدنيا، يجعل الله تعالى له حاجزا مانعا يرده عنه، والقلب نتاعه متحمس لهذا الأمر حتى أنه يتأسف ويتحصر أنه ما حصل هذا الأمر، ولكن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. وهذا من حفظ الله له، لأنه لو حصل هذا الأمر يعود عليه بالضرر وسيفسده. وهكذا أشياء الإنسان لا يريدها وربما كرهها، والله سبحانه وتعالى يوصله إليها ويوقعه فيها، ولربما يعني بدون إرادة، بدون إرادته تحصل هذا الأمر له، لأن الله تعالى رأى أن هذا الشيء الذي هو بغيض لنفسك هو سبب إصلاحك، سبب استقامتك. ولهذا في هذا المعنى جاء الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول أصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير ويقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. الإنسان يكون تواق التجارة أو إمارة، إمارة كما حال السياسة اليوم والمناصب وكذا، أو تجارة أموال، فالله تعالى يقول أصرفه عنه، تأتي الأسباب من الله تصرف الإنسان عن ذاك الأمر. وش يقول العبد؟ وش يقول؟ يتطير، يقول لولا فلان كنت نوصل، كما شفونا اخطفها لي حالي الخبز من فمي، كنت أنا نحصل هذه التجارة، كنت أنا ندير كذا وكذا. يعلق الأسباب في الناس، يمسح الله في الناس، هما اللي داروا له، هما اللي منعوه، هما اللي كذا، هما اللي ربحوا عليه، هما اللي عيطوا عليه. والقضية لا، يا عبد الله حل عينك مليح، تعرف أن ذلك فضل الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك. نعم، وهكذا المؤمن يكون عنده المنظار دائما، لما يشوف الأمور رايحة عليه، أمور معرقلة، أمور كذا، ما يقول الناس، ما يعلق هذا العراقيل وهذا العطل يعلق الأمر بالناس، وإنما دائما ينظر إلى معاملة الله سبحانه وتعالى، لعل الله أراد كذا، لعل الله نظر فرأى كذا وكذا، دائما يعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى الذي يريد له الخير. هذا إذا كان من الناس الذين ماذا يحفظون حدود الله سبحانه وتعالى ويطيعونه، ويشوف باللي كاين أمور الله تعالى ما يسرها له، ويشوف الناس تديها بكل سهولة، تتخطفها من حوله من بين يديه، فيقول هذا أمر الله وهذا فضل الله، لربما لو وصلت إلى هذا الأمر نكون نتبدل، ما نصيرش هذاك الإنسان اللي كنت، ولو كان نوصل لهذا الأمر نتاع تجارة ولا نتاع منصب ولا نتاع كذا، راح نتغير في ديني ونتغير على خاوتي ونتغير على المؤمنين ونتغير على الطريق الذي كنت أسير عليه وأمشي عليه. فيحمد الله سبحانه وتعالى ويدرك أنه من فضل الله تعالى، هذا من فضل الله. إذن أي أمر يقع للإنسان المؤمن دائما يعلم أنه من حفظ الله له، إذا كان حافظا لحدود الله على الجملة والعموم فيعلم أن الله تعالى قد حفظه. نعم، وهذا يقين، أحسن الظن بالله، أحسن ظنك بربي سبحانه.
خاطر إذا أسأت الظن بالله تعالى وترى بعض الناس يسيئون الظن بالله، والله ولو مؤمنين ويصلوا كذا ولكن يسيئون الظن بالله، وقل علاش أنا غرنا لكذا، غرنا لي ربي داير لي هكذا، غرنا ربي لي عاملني هكذا، غرنا لكذا، ما يشوفش فضل الله كل عليه، وهذا من سوء الظن بالله. أحسنوا الظن بالله ولا يموتن أحدكم إلا وهو يعني حاسم الظن بالله عز وجل، يلقى ربه وهو وظنه حسن بالله عز وجل، وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، هكذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي. ظن انت وش حبي، فإذا ظنيت الظن الحسن بالله فالله يعاملك بذاك الظن، وإذا أسأت الظن بالله فالله تعالى يعاملك بظنك. شوف انت هو المقياس، الأمر هو بيدك أنت، كما تكون مع الله يكون الله معك، كما تكون أنت مع الله يكون الله معك. وذكرت لكم حديث نسيت اللفظ نتاعه، أن الإنسان الله تعالى يضعه في المنزلة التي يضع هو فيها الله في قلبه، يعني منزلة الله في قلبك وفي نفسك، منزلة الله في قلبك وفي نفسك هي منزلتك عنده عز وجل. إذا كان الله هو الأول في قلبك، الله تعالى هو الذي تقدمه على كل شيء، فاعلم أن الله تعالى يقدمك وأنك الأول، وإذا أخرت الله فالله يؤخرك، ولهذا قال إن تذكروني أذكركم، وقال الله تعالى إن الله شاكر عليم، يشكر ماذا؟ لعباده، لأنهم شكروه. فإذا الله عز وجل يبادلك بنفس المعامل، فإذا كنت حافظا لله فالله يحفظك، وإذا كنت حاسنا الظن بالله فالله كذلك يعاملك بمثل على مثل ظنك به، فليظن بعبدي ما شاء، يعني بمعنى أن الأمر إليك أنت. ثم جاء في الحديث احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، بمعنى أن الله تعالى إن حفظته تجده ماذا؟ حيثما كنت، تجده تجاهك وأمامك كما جاء في رواية، والمقصود أنه معك، أنه معك، أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا التأييد وهذا النصر وهذا الإحاطة من الله سبحانه وتعالى للعبد تكون بذاك الحفظ. نعم، قال قتادة من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. هل يكون ربي معاه؟ احفظ الله تجده أمامك، وين تمشي بالليل والنهار، يكلأك ويحفظك وينصرك ويؤيدك معك حيثما توجهت. قال ومن يتق الله يكن معه، ومن معه الله معه كل شيء. فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل. الفئة هي الجماعة والطائفة الشديدة القوية التي لا يغلبها أحد، لا يغلبها أحد،
وأنت تنام وأنت في خلوة وأنت معك الحارس الذي يحرسك، أنت مطمئن آمن، الحارس هو الذي يعطيك الإشارة إذا كنت في أذى أو يوشك أن يقع بك ضرر أو تخشى من شيء، فالحارس معك وتمشي ولا تضل. والمشية هذه قد تكون مشية يعني حثية، قد تكون مشية اهدنا الصراط المستقيم مادية يعني معنوية التي لا ترى، وإن كان هي حثية عند الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم الهادي والدليل ليوري لك الطريق، أبدا تتبحر ولا تضل عن الطريق. هذا الذي معه الله سبحانه وتعالى معه هذه الأمور. نعم، كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. إذا كان الله معك ماش تخاف، وإذا ما راهوش معك من ترجو. نعم، فالذي معه الله معه كل شيء، والذي الله ليس معه فهو وإن كان معه كل أحد فليس معه أحد. ما شاف إذا فهمت هذا، حتى ولو قاعد الدنيا معه جنها وإنسها بمادتها ومالها وبهرجتها فهو في الحقيقة مكول. نعم، تعمل البوست هذا. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. استحضروا هذا المعنى تاع هذا الصفات، إني معكما أسمع وأرى. تصور أنت هارون وموسى عليهم السلام رايحين لفرعون ولا جالسين في القاعة في البلاط نتاع فرعون، يتحاوروا معاه ويجادلوا معاه ويدعونه إلى الله ويقول لهم: ربي ما تخافوش، أنا راني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى، لا يغيب شيء على الله سبحانه وتعالى. هذه معية خاصة لا تكون إلا للصالحين والمؤمنين، هذه مرة الشرح نتاعها في بداية هذا الباب. وقول موسى: إنا معي ربي سيهدي. واستحضروا هذا المعنى، كون أنت تشوف العدو من ورائك بقوته بعدته وعدده يجري وراك وانت مع العزل، لا سلاح لا شيء، نساء واطفال، والبحر امامك، محيط ما امامك، كيفاش راح تقطع والعدو من ورائك؟ ويقول له: انا لمدركون. خلاص يا موسى، خابت القضيه، خابت الهربه نتاعنا، واو فرعون من ورائنا، ادركنا فرعون، إنا لمدركون. ما زالت ثقة تاع موسى، شوف العدو هذا جاي، هاك شوف العدو جاي، ولكن أنت ما معك حتى شيء. شوف الثقة تاع موسى بالله عز وجل: إنا معي ربي سيهدين. دوك ربي يعطيني الطريق وين جوز. إنا معي ربي الهادي الذي لا يضل، إنا معي ربي سيهدين، اضرب بعصاك البحر. عجيب. وفرعون بقوته وبعتاده وكذا، وظن عن باله البحر كي تفتح لموسى راح يفتح له، لانه هو قال: انا ربكم الاعلى. واحد كيظل بطغيانه ويتجبر يولي ما يشوفش، اعمى. مفروض تم يقول امنت، ماشي حتى قريب يغرق، قال: امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. كان مفروض يتم آمن، يعرف بلي موسى نبي،
الحقيقة هو إن كان يدرك هذا، ولكن يجحد علوا واستكبارا، فاقتحم البحر فكان مصيره الغرق. إن معي ربي سيهدين، ثقة في الله أنه يجعل له حل. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقين. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. غير السلك يدخل، غير النجاة يدخل، زوج وربي معاه، غير النجاة يدخل. ولكن شوف لما احنا يقل اليقين نتاعنا في الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني تولي ما عندها حتى وقع على القلوب، ونولوا نشكوا فيها في مواطن الضيق. كيفاش ربي يسلكني؟ احنا في مواطن الضيق لان تولي لربي، احنا الناس تكفر. كي تقول له ارجع لربي يقول لك واش ربي هذا؟ ويكون لاباس عليه، مؤمن لاباس عليه. في الضيق فروض يولي لربي سبحانه. لأن يعني الناس معهود عندهم أنه في الرخاء ما يتفكروش ربي، وفي الشدة يتفكروا ربي. احنا في الرخاء ما تفكرنا ربي، وفي الشدة كفرنا بربي. الله السلامة. يولي خلاص الصلاة ينساه، الدعاء ينساه، الذكر ينساه، قيام الليل ينساه، ما يلجأش لله سبحانه وتعالى. يولي يجري وراء العباد، يجري شوف لي فلان وشوف لي فلان. كاين كذلك الدعاء، كاين الاسباب تاع الدنيا، ولكن نرجع، شكون اللي سخر لك الرجال هادو اللي يفكوك من الشيء اللي راك فيه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يسوق القلوب اليك، ويجيب لك الناس اللي ما تكونش تتصور. تكون تحكي على مشكله حتى يقول لك سيدي هذا كيفاش، وما قلت ليش حتى نضرك، ما قلت ليش حتى نضرك. هذا الامر هذا وفي يدي انا بفضل الله سبحانه وتعالى. روح متهني، هو راه امامك اللي يحل لك المشكله، راه امامك. انت تفكر بعيد، ولكن لما تكون طايع ربي تلقى واحد جنبك هكذا مالك يريح معك دائما، وربما يحترمك ويقادرك وكذا الى اخره، يقول لك خسر عليك. الامر هذا راه عندي انا، وانت رايح تحوس على كاش كابل صحيح، كاش سبردينه، كاش هو اخوك مؤمن امامك، الله تعالى يجعل الحل على يديه. هذا من فضل الله تعالى على العباد انهم اطاعوا الله سبحانه وتعالى وحفظوا على الحدود. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن ان الله معنا. ما تخشى، ما تحزن، ما يضيق صدرك، ربي راه معنا. ولازم الانسان يتيقن في كثير من الامور لما يكون طايع على ربي وعنده يعني ماشي معناتها غرور ولا عجب اللي ربي اللي داير عليك فضل داير عليا انت، لا لا لا، ماشي من هذا الباب. احسن الظن بالله. انت كي تطيح مع ناس اهل باطل معروفين يعني باللي اهل باطل وحقارين، وناس يعني فيهم التجبر وفيهم طغيان وفيهم كذا، وانت ما يسجدوا لربي، ما يعبدوا ربي، ما يخافوا ربي، وانت يا رب دائما، وتصلي الصلاه في اوقاتها، وتحب الطاعات، وتحب المؤمنين، ولو ايمانك ضعيف تخاف من ربي سبحانه لما توقع في معصيه، وتستغفر الله تعالى بالليل والنهار، وتذكر ربي بالليل والنهار، ونهار اللي طيح في مشكله كيما هذه تشك في الشيء اللي قدمته لله عز وجل، تشك باللي الله تعالى اللي قدمته هذه الطاعات وهذا كذا، وتحسن الظن بانه ما ينجيكش من هذا الامر. كبيره من الكبائر. لازم دائما نرجو الله تعالى، ولهذا لازم دائما تقول الله معي، وتتوكل على الله حق التوكل، وتشوفوا يعني ماشي قضية باش كيف بعض الناس يقول لك، وهذه تجربة، تجربة مليح لما تكون في الأمور في غير التعامل مع الله، تقول هذه تجربتي، بصح في التعامل مع الله ما تقولش هذه تجربة، خاطر ربي لا يجرب، الله تعالى لا يجرب. شو نقول لا نجربوا مع ربي سبحانه، وإلا ممكن يصرى ولا ما يصراش. هنا مازالك يعني فيك الشك والريب، ديرها وتيقن ان الله تعالى معك، وحتى ولو صار لك شيء
زيد احسن الظن بالله تعالى ان الامر اللي صار لك هذا يا الله تعالى هو الذي قدره وفيه خير. امشي في هذا الباب ترى الفتوحات كما يقول، شوف الفتح تاع الله سبحانه وتعالى في تعاملك مع الله، شوف الفتح تاع ربي سبحانه، تولي تحس باشياء هكذا امامك. هذه ليست صوفيه كما يقول بعض الناس، خاطر هذا الجانب غيبناه احنا بزاف، وهذا الجانب هو التعامل مع الله من خلال صفات فعل ربي سبحانه. الصفات الاسماء والصفات نتاع الله خاصه من الصفات هذه الناس يقراوها من باب العقيده، رد على المعتزله، رد على الجبريه، رد على الاشاعره، رد على كذا، ولكن الصفات في حد ذاتها ما هيش مجرد ردود على المبتدعه. الله تعالى هذه الصفات اعطانا باش نتعبدوه من خلال ونتعرفوا عليه من خلالها ونشوفوا وقعها واثرها علينا في الحياه في التعامل معه ومع الناس. ولهذا لما غيبناها ولينا نشوفوا باللي الكلام في هذه القضايا ان الله معك وان الله ينجيك وان الله تعالى كذا، وفي المواطن تحس بحضور يعني. هذه الامور بدأت تدخل في الجانب يعني الصوفي، وينبغي احنا نكون في هذه القضايا يعني معتدلين. كاين اشياء تاع الصوفيه يكثروا الكلام بزاف في واحد الجوانب هكذا اللي تحس باللي راها مجرد خرافات، صح كان جانب انما يا ربي سيهدين، انما معكما اني معكما اسمع وارى. كاين الجانب نتاع ما رايك وما ظنك باثنين الله ثالثهما. اذا كان احنا ما نظنوش كما يظنوا الانبياء، اذا واش هو الاتباع نتاعنا للانبياء اذا كان احنا ما نتعاملوش مع ربي كما يتعامل النبي مع الله؟ هو اسوتنا وهو قدوتنا، الانبياء هم الاسوه والقدوه. شوف كيفاش تعاملوا مع ربي سبحانه وتعالى وكيفاش يعني يستشعروا حضور، حضور قوه ربي سبحانه، حضور يعني السمع والبصر، وان الله تعالى يرى كل شيء كما رانا هنا هكذا. الله تعالى يتابع في الدرس نتاعنا، الله تعالى احنا رانا نشعر ونستحضروا باللي الله تعالى معنا، يسمعنا ويسمع غيرنا ان شاء الله في مسجد اخر، ويسمع الناس كذلك في البيوت واش راها تدير، والناس اللي راها في المعصيه في اوكار الخبث والجريمه واش راهم يديروا وهكذا. كاين المعيه العامه والمعيه الخاصه، فانت لازم تعرف واش معناتها المعيه الخاصه، ان الله تعالى معاك في كتافك. نعم، وين تمشي قال انا الله معي، الله معي، واش خاص يكون الله معك؟ شوفوا السلف عليهم رحمة الله قال لك حتى في مواطن تقطع تاع الرقاب يعني، ها يعرف باللي الكلمة هذه لو كان يقولها يطير راسه، لو كان يقولها راسه يطير يموت يعني. واش يخاف الإنسان غير الموت؟ ما كانش بالك المرض ما نخافوش، الفقر ما نخافوش، بصح خاصة في مقارنة مع بالنسبة للموت احنا نخافوا الموت أكثر من الفقر وحاجة واحدة أخرى. الإنسان تقول له الموت ضرك يخاف، السلف عليهم حتى في مواطن الموت يقولوا له هذه الكلمه لو كان تقولها امام فلان طاغيه فلان ولا الجبار فلان راه راسك يطير، واش يدير؟ يقولها، ما يقدرش يكذب، الصدق للاخير، الصدق للاخير. وهما اللي قالوا ومشاو على الصدق ماذا؟ الصدق من جاء، الصدق نجاة، الصدق نجاة. هذا قال بعضهم بقدر الجيلاني، قصة ما شاف إذا كان مرت بنا، بقدر الجيلاني في يوم من الأيام، بقدر الجيلاني يقولوا إحنا عبد القادر الجيلاني، غنوا عليه المديح بقدر الجيلاني. هو عبد القادر الجيلاني رحمه الله مدفون في العراق، رجل عالم وصالح، لكن الناس يطوفوا على قبره يعبدوه، ومنهم براء على كل حال. هذا لما كان صغيرا بعثته امه باش يطلب العلم، واعطته كذا كيس استعمال فيه كذا دنانير ذهب، وكانوا الصعاليك الذين يقطعون الطريق على الناس وعلى القوافل حكموا، اداوا سلبوا المال وهو صغير.
قال كم معك يا غلام؟ قال معي كذا من المال. فلم يصدقه، قالوا هذا دراري راه يهضر برك، هذا طفل كيما هذا عنده هذه الكميه نتاع المال معاه. ما صدقوا، داوه لكبيرهم، قالوا هذا الطفل يقول معي كذا من المال. صاروا يضحكون، فاخرج لهم المال. ها حاول المال، قلت لكم انا عندي. فيعني ادهشهم امر الولد انه لا يكذب، انه لا يكذب. فقيل له علاش ما كذبت الناس وقلت لنا ما عنديش، احنا كنا نصدقوك انت صغير يعني تقول معك. قال لا، علمتني امي ان اخشى الله تعالى ولا اكذب ولا اقول الا الصدق. قال فتابت العصابه كلها، العصابه هذه. قال اذا كان طفلك هذا يخشى الله ويخافه، ونحن سبحان الله في هذا السن ما زلنا نقاطعوا للناس ونسرقوا لهم اموالهم وناكلوا اموال الحرام. فكانت هذه الكهاب صدق منه سبب في توبة العصابة، ومذكورة هذه في كتب السير. الطفل الذي أو الغلام الذي تاب على يديه عصابة تاع قطاع طرق، كان هذا عبد القادر الجيلاني. الناس يعني تعلموا الصدق ويقولونه في كل مقام، بل كذا يعني عالم وشيخ صالح كانت نجاته من يد الحجاج بسبب صدقه، الحجاج بن يوسف عليه رحمة الله، كانت سبب نجاته بسبب صدقه. المهم لسنا في الصدق، ولكن كون الناس تخشى من أشياء كثيرة والله معها، والسلف كانوا لا يخشون شيئا لأنهم يقولون الصدق في المقام الذي تقطع فيه الرقاب ويكون فيه الهلاك، ومع هذا لأنهم يعتقدون أن الله معهم، إذا كان الموت جاي يجي لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نقولها لسانا لفظا هكذا، ولكن هم يعتقدونها اعتقادا جازما أن الموت بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى والفقر بيد الله، وأن الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في بقية يعني الحديث. فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى ما وهو معكم أو هو وهو معهم، هو معهم أينما كانوا. الآية التي مرت بنا وشرحناها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالله تعالى مع الناس جميعا، هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي المعية التي لا تكون إلا لعباده الصالحين بالتأييد والنصر والإحاطة والحفظ، هذه المعية الخاصة. نعم. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يقول يقطعون الفيافي ويقطعون الجبال والأمور والشعاب، والطريق يعني طويلة ولا يخشون شيئا. فقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك، يعني تخاف وحدك تحس بالوحشة؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. الذي يذكر الله ليس وحده. وقيل لآخر نراك وحدك، فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده، اللي يكون ربي معه كيف يكون وحده. نعم. وقيل لآخر أما معك مؤنس، يعني يؤنسك؟ قال بلى. قيل له أين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. وكان الشبلي ينشد إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. يعني دائما لما يقطعوا الطريق ولا يمشوا يحسوا أن الله سبحانه وتعالى يعني معهم، يكلأهم ويحفظهم في كل آن وحين. طبعا لأنهم يستحضرون عظمة الله سبحانه وتعالى ويستشعرون ماذا معية الله تعالى لهم. فالناس يعني تكلم الله وتناجي الله وتذكر الله وكأنه مع إنسان هذا أمامه يسمعه. كما جاء مر الحديث بنا حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ولهذا تجد الواحد يناجي الله ساعات، ولهذا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول ابن القيم، يقول لك لما يخرج خارج إلى الجبانة أو إلى القفار
أو خارج المدينة، قال فأخرج وراءه، قال فأسمعه يتكلم مع الله، يتكلم مع ربي سبحانه وتعالى في خلوة وحده مع الله تعالى يتكلم. نعم، هذا كان يعني حال السلف عليهم رحمة الله. لهذا احنا هذه المعاني كلها كثير من الناس اما انحرفوا بها فمشوا بعيد حتى ردوها يعني صوفية وامور يعني، وكان بعض الناس تخلوا عنها كلية ظنهم انهم هذه الامور ما، فولت يعني العلاقة ما بيننا وبين الله جفة جدا يعني جفة، هذه المعاني هذه الايمانية غير موجودة غير موجودة. وراه اللي ناجي الله سبحانه وتعالى ويتكلم مع الله عز وجل كل راه يتكلم مع واحد من الناس امامه يسمعه ويراه، وفيها يعني حلاوة وتزيد في الايمان وتقربك من الله، واذا كان الانسان داوم عليها يحس حقيقة انه يتكلم مع الذات الالهية سبحانه وتعالى، كأنك تراه يعني رأي العين. فهذه المناجات التي يعني يفتقد يعني لها الناس في هذا الزمان. وشوفوا الشطر اللي جاء يشرحه ابن رجب، وان كان ماهوش هو الشطر اللي ياتي بعد احفظ الله يحفظك احفظ الله تجاهك تجد تجاهك، كما هذا يعني كانه سبقه في الشرح، فقال قوله صلى الله عليه وسلم وتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. تعرف الى الله، تعرف، وهذه المعرفه، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتعرف على الله كيفاش نتعرف على الله، كيفاش نتعرف على الله؟ هذا التعرف اولا يكون من خلال توحيده سبحانه وتعالى، وتوحيده خاصه من خلال الصفات، من خلال الصفات. كي تعرف الصفات نتاع الله سبحانه وتعالى وتعرف معانيها وتستحضرها راك تعرفت على الله. كما نقول لك لا تعرف فلان تقول لي كيفاش نعرف، ما نعرفوش ما شفتوش، نبدا نوصف لك نقول لك هاو فيه كذا فيه كذا طويل بيض الى اخره. الرسول ما رايناه، لو كان نبدا نوصف لكم الان تبداو تتخيلوا رايتم، وان كان الله سبحانه وتعالى ما يتصور بخيال، ما يتصور بخيال، ولكن عبد مثلا تعطي له اوصاف تعرفه من خلال اوصافه. الله تعالى نعرفه من خلال اوصافه وان كان لا نعرف ذاته عز وجل، ولكن من خلال الصفات تعرف العظمه نتاع الله تعالى، تعرف القوه نتاع الله، تعرف القهر نتاع الله سبحانه وتعالى، تعرف الجمال نتاع الله سبحانه وتعالى من خلال الصفات، من خلال الصفات. اذا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، يعني ان العبد اذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، في حال تكون في الاتساع، الانسان لما يكون في الرخاء يعني في اتساع الامر في راحه البال في الهناء، قال فقد تعرف بذلك الى الله وصار بينه وبين ربه معرفه خاصه، فعرفه ربه في الشده. نعم، ورعى له تعرفه اليه في الرخاء، فالله تعالى يرعى لك هذه المعرفه، درت معه المعرفه في الرخاء، ما يكون في الشده هو ما ينكرش هذه المعرفه. فتصور واحد انسان تصادقه وتعرفه وتحبه ويحبك، وبعد نهار اللي تكون في ازمه وضيق ما يكونش معك، هذه في الناس، في الناس الضعفاء الذين لا يستطيعون شيئا في بعض الاحيان، والله لا يملك الا الدموع ويدعي لك، يبكي ويدعي لك. هذا العبد اذا ما ملك لك حتى شيء، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى الذي كل شيء بيده وقادر على كل شيء، انت تعرفه وهو لا يعرفك. فوق اذا الله تعالى لا يتنكر لمعرفتك، اذا عرفته في الرخاء يعرفك في الشده. نعم، قال فنجاه من الشدائد بهذه المعرفه، وهذه معرفه خاصه تقتضي قرب العبد من ربه، قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. إذا نظن نكتفي بهذا القدر، نتركوا خاوتنا إن شاء الله اللي يمشوا بعيد
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته كما هو جامع لنا في هذا البيت من بيوته، أولي ذلك والقادر عليه. واستغفر الله لي ولإخواني، وبارك الله لكم في جلوسكم وفي خطواتكم وفي سعيكم. آمين، والحمد لله رب العالمين.